تفنى ببلدية والهاسة نموذج آخر عن الجهود المبذولة في هذا المجال، حيث من المتوقع أن يساهم بحوالي 700 طن سنويا وأكثر من 5 ملايين صغير سمك. هذه المشاريع كانت اليوم محل معاينة من قبل وزير القطاع. ولاية عين تموشن تعتبر رائدة بهذه المزرعتين. على كل حال كاين مزارع واحدة أخرى كاين في أزفون، ولكن ولاية تموشن بمزرعتين، واحدة ب 700 طن الوحدة هذه وهذه 1000 طن. وكما شفتوا معنا يعني مشروع مثل هذا اللي رحنا قايمين عليه الآن يعني مشروع يستحق التشجيع، وخاصة نحن على أبواب انطلاق الإنتاج. من جهة أخرى ستساهم هذه المشاريع في إنعاش مجالات عدة بالولاية وعلى رأسها قطاع التشغيل.